مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء. بداية تم وبحمد الله وصول أكثر من 1500 مكثف أكسجين للبلاد اليوم، وستوزع هذه المكثفات الجديدة على المستشفيات التي تشهد أكبر عدد من الإصابات ليتم حل مشكل الأكسجين في البلاد بشكل جذري ونهائي بحول الله. والآن مع عدد الإصابات المسجلة ليوم الاثنين 16 أوت 2021، وردتنا الإحصائيات التالية لحد الآن. تم تسجيل أكثر من 423 إصابة جديدة، و522 حالة شفاء، و16 حالة وفاة رحمهم الله جميعا، ولله الحمد. كما ترون مشاهدينا الكرام، انخفاض كبير جدا في عدد الإصابات، ولله الحمد. والشيء الإيجابي والمفرح هو زيادة عدد حالات الشفاء بشكل كبير لتتجاوز عدد الإصابات.